أنا في صلاتي أشعر بالخشوع كلما أغمضت عيني لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة، فهل تغميض العينين مباح أم مكروه في الصلاة؟ ذكر الفقهاء أن من مما يكره في الصلاة تغميض عينيه، إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح، كأن يكون أمامه ما يشغله، فإنه لا بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله. أما اتخاذ هذا عادة، واتخاذ الإغماض العينين في الصلاة عادة حتى ولو لم يكن أمامه ما يشغله، هذا يكره. نعم.